السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. ازيك يا فضيلة الإمام؟ الحمد لله طيب. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا مقطع جوز أختي عن الكلام، نعم. زوجي أختي. ماله زوجي أختك؟ ما بكلموش بسبب إن هو بيزني، والعياذ بالله. كده لا نسمح لك أنت أن تقذف أحدا بهذه الطريقة ويعرفك الكثير. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لو يعلم عقوبة القاذف يجلد 80 جلدة، تسقط شهادته في الناس، يعد من الفاسقين.